السلام عليكم وأرحب بكم في قناة المطبخ المبسط. وصفة اليوم سفة بالدجاج بطريقة سهلة ولذيذة ومبسطة. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب أو لايك. إذا أعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالجديد دائما. وإذا أحببتم شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وشكرا جزيلا لكم. سنبدأ أولا في تحضير المرق المرافق لهذه السفة. وضعت في قدر بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة، أضفت إليها أفخاذ الدجاج، ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الطرية المفرومة، فصين من الثوم المفروم، الملح على حسب الذوق. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، نصف ملعقة صغيرة من الكركم، نصف ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة المطحونة، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. وأضفت ربع ملعقة صغيرة من القرفة. سأضيف نصف كأس صغير من الماء، وأضع الكل فوق النار على نار متوسطة حتى يطهى الدجاج. ونمر الآن إلى تحضير الفواكه المجففة. في قدر وضعت القليل من الماء، أضفت إليه المشمش المجفف، وسأضيف التين المجفف. يمكنكم استعمال الفواكه المجففة الموجودة في البيت. أضيف رشة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من السكر الخشن. أضيف ربع ملعقة صغيرة من القرفة وأضع الكل فوق النار تقريبا لربع ساعة، وهذا هو شكله بعد أن انتفخ. ولتحضير دوائر الأناناس، وضعت في مقلاة ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن القليل من الزبدة، أضفت دوائر الأناناس وسأضيف القليل من القرفة وأقلبهم من الحين إلى الآخر حتى تتعسل دوائر الأناناس. هذا هو شكلها. وهنا بعد أن نضج الدجاج سأزيله وأدخله إلى الفرن حتى يتحمر قليلا، والمرق سأتركه فوق النار مع التحريك حتى أحصل على مرق كثيف. سأبدأ في تحضير السفة. نأخذ أي إناء نضع فيه السفة،
أضيف القليل من الملح وملعقة كبيرة من الزيت النباتي، وحاول إدخال الزيت والملح إلى جميع أجزاء السفرة على هذا الشكل. والآن سأضع السفة في قدر مخصص للبخار وأعرضها للبخار تقريبا لعشر دقائق. بعد مرور 10 دقائق أزلت القدر وأسقيه بنصف كأس من الماء، نصف كأس كبير من الماء. يمكنكم الاستعانة بملعقة خشبية على هذا الشكل لأنها تكون ساخنة جدا. أحرك قليلا حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء السفرة، وللإشارة الماء الذي استعملته هو ماء بارد، وسأعاود إرجاعها فوق البخار لمرة أخرى. والآن بعد أن أزلتها من فوق النار أسقيها مرة أخرى بالماء البارد تقريبا نصف كأس كبير من الماء البارد. أحرك على هذا الشكل بنفس الطريقة. وأعرضها مرة أخرى للبخار تقريبا لعشر دقائق. الآن بعد أن أزلتها لمرة أخرى من فوق النار أضيف ملعقة كبيرة من الزبدة، وأضيف القليل من العنب المجفف، وأضيف القليل من السكر بودرة. أخلط هذه العناصر جيدا وأعرضها للبخار هذه المرة فقط ل3 دقائق ثم أقدمها. والآن في صحن وضعت مول دائري على هذا الشكل، سأدهنه بالقليل من الزيت حتى لا تلتصق لنا السفرة أثناء رفع الإطار.
وأبدأ في صف قطع الأناناس على هذا الشكل. أنا كل دائرة قسمتها إلى نصفين. التزيين يبقى على حسب ذوقكم. أضع السفة على هذا الشكل. أضغط قليلا. أبدأ في وضع أفخاذ الدجاج التي حمرتها في الفرن. قبل تحمير قطع أو أفخاذ الدجاج، دهنتها فقط بالقليل من الزيت. أكمل تزيين الطبق وأضع المرق في الوسط. هذا المرق تركته فوق النار مع التحريك حتى حصلت على مرق كثيف. وهذا هو الشكل النهائي للطبق، طبق لذيذ جدا. أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت استحسانكم. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.